نتوجه هذا الخطاب إلى المشاركين في هذا المنا واحترامنا لنضالهم النبيل من أجل حقوق الإنسان ومدينة مراكش أرض الحوار والتنوع تعتز باحتضان هذه التظاهرات العالمية. أزيد من 5000 مشارك من 100 دولة تضم مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية جمعتهم المدينة الحمراء في إطار النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان والذي تستمر فعاليته إلى غاية 30 نوفمبر الجاري. تحولات عميقة وكما لا يخفى عليكم فإن حقوق الإنسان المحددات. افتتاح هذه التظاهرة العالمية تميز برسالة التي وجهها الملك محمد السادس والتي تلاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. الرميد تحدث لشوف تي في في تصريح خاص عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. الجلسة الافتتاحية والتي حضرها عدد من أعضاء الحكومة ورئيسي مجلس البرلمان ومسؤولي هيئات ومجالس وطنية عرفت مداخلات لشخصيات بارزة حول مجال حقوق الإنسان. احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يحمل العديد من الدلالات ورسائل التي تؤكد أن المملكة قطعت أشواطا مهمة على درب بناء دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. Thank you.